الرئيس السيسي يؤكد أولوية دعم بناء وتطوير قدرات الشباب ومساندة الشركات الناشئة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. رئيس مجلس النواب يدعو إلى صياغة مقاربة عربية مشتركة لمواجهة المعضلات العربية ويؤكد الرفض التام للتدخل في الشأن العربي. موسكو تعلن تعزيز إنتاجها العسكري باستخدام أحدث التقنيات، وواشنطن تؤكد أن مساعداتها العسكرية لكييف ستمكنها من التحول للهجوم واستعادة أراضيها. السادسة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، تحية لكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الإدارية والحكومية تسهيلا على المواطنين واختصارا للوقت والمجهود والتكلفة، مع متابعة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استمع خلال هذا الاجتماع إلى عرض من وزير الاتصالات بشأن جهود تأهيل وتدريب الموارد البشرية المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال استراتيجية مدينة مصر الرقمية. وأكد الرئيس السيسي أولوية توفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصري ومساندة الشركات الناشئة وتشجيع توسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع على مستجدات عدد من المبادرات والمشروعات، من بينها أشبال مصر الرقمية ومراكز الإبداع الرقمية وتطوير مكاتب البريد المصري ومكاتب الشهر العقاري والمناطق التكنولوجية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التكامل والتوازن بين جهود تحسين منظومة البيئة واستراتيجية الدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، فضلا عن تعزيز المشروعات الهادفة لحماية وتنمية المحميات الطبيعية وزيادة التوعية البيئية المجتمعية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع جهود تطوير القطاع البيئي التي ترتكز على عدة محاور، أهمها الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الخضراء. وأضاف متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض تطورات الأعمال الجارية للحد من التلوث الصناعي والبيئي وإدارة مخلفات البناء والهدم طبقا لأفضل الممارسات الدولية. كما حرص السيد الرئيس خلال الاجتماع على متابعة ملف تغير المناخ واستكمال الزخم الإيجابي الناتج عن الاستضافة الناجحة لمصر للقمة العالمية للمناخ COP27، موجها بمواصلة تعزيز التعاون القائم مع الجانب الإماراتي تمهيدا لاستضافة دولة الإمارات الشقيقة للقمة العالمية المقبلة للمناخ نهاية العام الجاري. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية قبرص المنتهية ولايته نيكوس أناستاسيادس. خلال هذا الاتصال أعرب الرئيس السيسي عن التقدير والشكر لرئيس القبرصي المنتهية ولايته، وذلك على كل ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب، معربا له عن أطيب التمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق. من جانبه أعرب الرئيس القبرصي المنتهية ولايته عن امتنانه الكبير للرئيس السيسي على هذه اللفتة الكريمة، مثمنا الإسهامات المقدرة للرئيس السيسي في إرساء دعائم التعاون المثمر بين البلدين على مدار السنوات الماضية، ومؤكدا التزام بلاده الراسخ بالاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين تحت قيادة الرئيس المنتخب نيكوس خريستودوليدس.
انطلقت أعمال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بحضور رؤساء البرلمانات العربية. يأتي المؤتمر المنعقد في بغداد خلال الفترة ما بين 25 و26 من شهر فبراير الجاري تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن البلاد العربية تمر منذ فترة بأمواج متلاطمة من التحديات الجسام التي هددت أمن واستقرار المجتمعات العربية. وفي كلمته أمام المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، أوضح جبالي أن المعضلات العربية أظهرت بما لا يدع مجالا للشك الحاجة الماسة لصياغة مقاربة عربية مشتركة لمواجهتها امتثالا لعوامل الوحدة التي تربط النسيج العربي. معي أن بلادنا العربية تمر منذ فترة بأمواج متلاطمة من التحديات الجسام هددت أمن واستقرار مجتمعاتنا حتى كادت أن تودي تماما بأمتنا العربية، فما بين تقويض لتماسك وبنية الدول الوطنية ومؤسساتها مروراً بموجات إرهابية شديدة الشراسة بالتزامن مع أزمات اقتصادية واجتماعية مزمنة وتدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لدولنا العربية، جاءت هذه المعضلات لتظهر بما لا يدع مجالاً للشك الحاجة الماسة لصياغة مقاربة عربية مشتركة لمواجهة تلك التحديات غير النمطية وحفظ الأمن القومي العربي امتثالا لعوامل الوحدة التي تربط نسيجنا العربي برباط متين أحكمته مسيرة التاريخ ووحدة المصير والمستقبل. قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إن العراق تحمل ما لا يطيق على مدار سنوات طويلة مضت، وذلك في مواجهة جملة معقدة من المهددات التي أثقلت كاهله وواجهها الشعب العراقي الشقيق ببسالة. أضاف جبالي أن الدولة المصرية صاغت رؤية شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى، قوامها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية والرفض التام لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية. لم تكن الدولة المصرية بعيدة عن الأخطار الجسيمة التي أحاطت بمنطقتنا العربية، فما أن خرجت مصر منتصرة في معركتها ضد قوى الفوضى والإرهاب والظلام حتى صاغت مقاربتها الشاملة لإنقاذ الدول العربية الشقيقة من براثن الفوضى والسقوط، والتي تستند على جملة من الأمور أبرزها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية بمؤسساتها والرفض التام لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية ترسيخا لمفهوم الوطن المستقر والآمن. أكد رئيس مجلس النواب العراقي رئيس اتحاد البرلمان العربي محمد الحلبوسي ضرورة توحيد البيت العربي للجهود ونبذ الخلافات الجانبية للوقوف أمام التحديات الراهنة إقليميا ودوليا من خلال صياغة استراتيجية شاملة وواقعية تجاه المشكلات العالقة منذ فترة طويلة. وفي كلمته أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي أكد الحلبوسي أن انعقاد المؤتمر في بغداد بعد مضي 40 عاما على استضافته يشكل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية، مشيرا إلى أهمية المساندة العربية للمضي قدما نحو عراق آمن وشرق أوسط مستقر ووطن عربي ينمو ويتقدم بما يتوازى مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة. نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة 3 دورات تدريبية ل 120 متدربا من الكوادر الأمنية. مثل المتدربون 19 دولة أفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك في مجال مكافحة الإرهاب وعلم الأدلة الجنائية. ما
من منطلق الدور الريادي لمصر في دعم أشقائها في شتى مجالات العمل الشرطي لامتلاكها الخبرات الفنية والتدريبية المشهود لها بالكفاءة والتميز. نظمت وزارة الداخلية 3 دورات تدريبية ل120 متدربا من الكوادر الأمنية يمثلون 19 دولة أفريقية، حيث اطلع مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بتنظيم هذه الدورات بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. رفع كفاءة هذه الكوادر الأفريقية هو مهم جدا في إطار الدور اللي بتقوم به مصر في مساعدة هذه الدول على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. الدورات التدريبية 3 تضمنت برامجها جانبا نظريا علميا شارك فيه نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال الدورات، والتي تشمل مكافحة الإرهاب وعلم الأدلة الجنائية. تلقينا بالأكاديمية مجموعة من المحاضرات العلمية فيما يتعلق بالأدلة الجنائية وعلومها، والتي شملت على محاضرات في علوم البصمة الجنائية وتحقيق الشخصية. We did a criminal investigation which is 3-4-4. We did some practical training how to lift fingerprint. We also won a crime scene. كما شهد الجانب التدريبي من الدورات إتاحة الفرصة للمتدربين للتطبيق العملي في المعاهد التدريبية الأمنية المجهزة بأحدث التقنيات الأمنية التدريبية لكي تحاكي الواقع الأمني المعاصر. C'est une phase qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses parce que nous avons évolué dans plusieurs secteurs de l'activité contre le terrorisme et ça nous a permis de grandir, d'avoir un plus professionnellement afin que nous puissions aller dans nos pays différents implémenter cela sur le terrain. I learn a lot. I experience a lot. Things which I were not knowing before. ونظم مركز بحوث الشرطة احتفالية في ختام فعاليات الدورات التدريبية تم خلالها توزيع شهادات التخرج للمتدربين وتكريم المتميزين منهم، حيث أكدت الكوادر الأمنية الأفريقية على تقديرها للدور المصري الكبير في دعمهم في كافة المجالات لا سيما الأمنية، وأشادوا بإمكانات مصر الكبيرة في مجال التدريب الأمني. تلقينا في هذه الدورة الكثير الكثير وعرفنا الكثير عن أكاديمية الشرطة التي تفاجأنا بأنها يعني بها كوادر ذوي احترافية عالية جدا جدا في تعاملاتهم مع التدريب. Nous ressortons aguerris de ce stage et pouvons rassurer nos instructeurs et les responsables de l'Académie de police que nous serons leur devancier auprès de nos collègues restés auprès des pays et afin de leur transmettre cette formation et de pallier à tout ce qui est attaque terroriste qui menace nos États ce jour. Et l'ensemble des stages nous a donné des connaissances capables aujourd'hui d'agir et d'œuvrer sur la scène des crimes. Donc nous sommes très satisfaits de ces stages et nous disons merci à la République arabe d'Égypte. Donc que vive l'Égypte, que vive l'Afrique. وتأتي هذه الدورات في إطار حرص مصر على دعم أشقائها على كافة الأصعدة، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية إرساء دعائم الأمن والاستقرار في هذه الدول. أكد وزير الخارجية سامح شكري على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، كذلك خلال استقبال شكري وفدا من البرلمان الأوروبي لبحث التعاون المشترك في عدد من مجالات التعاون، لا سيما التعاون البرلماني والاقتصادي والتنموي وفي مجال الطاقة. كما تناول اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والتصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية وجهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
توجه وزير العدل المستشار عمر مروان إلى جنيف لرئاسة وفد رفيع المستوى لاستعراض التقرير الدوري الخامس المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. من المقرر أن تشهد الزيارة حضور وزير العدل لبعض الفعاليات التي تنظمها البعثة الدائمة لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ولقاء بعض المسؤولين الدوليين، وذلك لإلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر والتطور الذي تشهده خلال الوقت الراهن. تحتفل اليوم دولة الكويت بعيد الاستقلال عن المملكة المتحدة في 25 من فبراير عام 1961. ومنذ استقلال البلاد عملت دولة الكويت على بناء مؤسساتها وفق أسس واضحة، فضلا عن إصدار دستور يستند إلى المبادئ الديمقراطية لمواصلة مسيرتها التنموية. 62 عاما مرت على استقلال الكويت عن الحماية البريطانية، وتحديدا في 25 من فبراير من عام 1961، بعدما ألغى أمير الكويت الراحل ومؤسس الدولة عبد الله السالم الصباح معاهدة الحماية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا في عام 1899. ذكرى وطنية هامة يحتفل بها شعب الكويت الذي لم يقبل استمرار القيود التي فرضتها معاهدة الحماية. وأمام الإصرار الكويتي على الاستقلال قبلت الحكومة البريطانية الطلب، حيث أدركت صعوبة رفضه، وتم تبادل المذكرات بين المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي في ذلك الوقت والأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح في 19 من يونيو من عام 1961، وتم بموجبها إلغاء معاهدة 23 من يناير من عام 1899 باعتبارها تتعارض مع سيادة الكويت واستقلاله. وشهد عام الاستقلال وتحديدا في 7 من سبتمبر من عام 1961 صدور قانون أمريكي بشأن العلم الكويتي الحالي، وهو أول علم يرفع بعد الاستقلال. وفي 26 من أغسطس من نفس العام صدر مرسوم أميري بشأن إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي تحقيقا لرغبة الشيخ عبد الله السالم الصباح بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديمقراطية. هي إذن مناسبة وطنية كويتية هامة يأتي الاحتفال بها هذا العام تحت شعار عز وفخر للتذكير بمشوار الكويت الحافل منذ الاستقلال وحتى الآن. We'll be right back.
إلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن بلاده قامت بتعزيز إنتاجها العسكري عشرات المرات مع تطوير هذا الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات. أضاف ميدفيديف أن روسيا تعمل على دراسة ما تحصل عليه في ساحات المعارك من أسلحة غربية، لافتا إلى أن موسكو تواجه خصوما حددوا لأنفسهم مهمة خاصة تتمثل في محو روسيا من على وجه الأرض بحسب المسؤول الروسي. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تحقيق التسوية في أوكرانيا يتطلب عودتها إلى الحياد. وأشارت زاخاروفا إلى أن تحقيق التسوية يتطلب أيضا اعتراف أوكرانيا بالواقع الإقليمي الجديد المنبثق عن مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير ونزع الأسلحة والقضاء على كافة الأخطار النابعة من أراضي أوكرانيا التي تهدد روسيا، مع ضرورة ضمان حقوق جميع مواطني أوكرانيا بمن فيهم الناطقون باللغة الروسية. بدوره أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كلوفرلي أن بلاده تدرس بكل جدية المبادرة الصينية للسلام في أوكرانيا. أعرب كلافرلي عن أملي في أن تكون المبادرة الصينية بمثابة خطوة في الطريق الصحيح لإنهاء الأزمة، لافتا إلى أن الوثيقة الصينية تضم بعض العناصر الهامة من بينها رفض بكين استخدام الأسلحة النووية ودعم ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على مواصلة بلاده دعم أوكرانيا. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيزور الصين مطلع إبريل، داعيا بكين إلى المساعدة في الضغط على روسيا بهدف وقف العملية العسكرية في أوكرانيا. وأوضح ماكرون غدا نشر الصين وثيقة تدعو إلى محادثات سلام أن هذا السلام ممكن فقط عبر وقف العملية الروسية وانسحاب القوات واحترام سيادة الأراضي والشعب الأوكراني، وصفا الخطوة الصينية بالجيدة جدا. ودعا ماكرون بكين إلى عدم تسليم أي أسلحة إلى روسيا والمساعدة في الضغط على روسيا حتى لا تستخدم مواد كيميائية أو نووية إطلاقا، ووقف العمليات العسكرية قبل أي تفاوض. Faire attention à cette ressource qui devient rare, c'est ce que je disais en fin d'été, c'est la fin de l'abondance. Et donc il faut qu'on aille transmettre au Conseil d'État un décret pour mieux réutiliser les eaux usées. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر إن المساعدات الأمريكية الجديدة لكييف ستمكن الأوكرانيين من التحول للهجوم واستعادة أراضيهم. أضاف المتحدث باسم البنتاغون أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة توفر للأوكرانيين قدرات إضافية للتصدي لروسيا.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرزولا فوندرلاين إن حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا تعمل على استنزاف ترسانتها الحربية، وقد أكدت أيضا أنه يتم تكثيف الضغط على كل من يحاولون الالتفاف حول العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. هذا ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة على روسيا، وتشمل الحزمة وهي العاشرة منذ بدء العملية العسكرية في 24 من فبراير من العام الماضي إجراءات مقيدة موجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب وتنشر الدعاية أو تسلم طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في الحرب. تبنى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وقادة آخرون بمجموعة السبع عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. جدد قادة مجموعة السبع التزامهم بتكثيف الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري لأوكرانيا، داعين عددا من البلدان الأخرى إلى التوقف عن توفير الدعم العسكري لموسكو. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. في ثاني تعاون من نوعه انطلاق منورات عسكرية مشتركة بين الصين وروسيا وجنوب أفريقيا في المحيط الهندي. أعلنت مجموعة النفط البولندية العملاقة أورلين توقف الجانب الروسي عن ضخ النفط إليها عبر خط أنابيب دروغبا، وذلك بموجب العقد الأخير الساري الذي كان يغطي نحو 10% من احتياجات المجموعة. وأكدت مجموعة أورلين أن هذا التوقف لن يؤثر على إمداد العملاء البولنديين، وأنه بالإمكان تأمين كل عمليات الإمداد عبر البحر. يأتي ذلك غداة موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي. أصدرت الهند بيانا في نهاية اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية للدول مجموعة العشرين في نيودلهي. في بيانها أكدت الهند على موقف مجموعة العشرين المندد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والمطالبة بانسحاب روسيا الكامل وغير المشروط من الأراضي الأوكرانية. كما شددت الهند على أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يعد أمرا غير مقبول. وأشارت الهند أيضا إلى أن مجموعة العشرين ليست محفلا لحل المشكلات الأمنية، لكنها لفتت إلى أن القضايا الأمنية يمكن أن يكون لها تبعات خطيرة على الاقتصاد العالمي. وكانت وكالة رويترز قد أفادت باختتام اجتماع مجموعة العشرين دون بيان ختامي بسبب الخلافات. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة. وأضافت جورجيفا على هامش اجتماع لمجموعة العشرين أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون ضمن الخيارات المطروحة، وحثت الصين أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية دول مجموعة العشرين على إجراء تحليل عادل وموضوعي ومتعمق لأسباب مشكلات الديون العالمية مع تزايد الصخب، لمطالبة المقرضين بخفض كبير للقروض أو قبول خسائر. وافقت المفوضية الأوروبية بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على خطة ألمانيا بقيمة 1,100,000,000 يورو لتعويض مشغلي النقل بالسكك الحديدية باستخدام تقنية السحب الكهربائي في سياق ارتفاع أسعار الكهرباء. ذكرت المفوضية أن هذا الإجراء سيسهم في ضمان بقاء قطاع السكك الحديدية تنافسيا مع الحفاظ على الأداء البيئي للسكك الحديدية الكهربائية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنقل المستدام والذكي للمفوضية والصفقة الخضراء الأوروبية.
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا. أضاف المركز أيضا أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن البلاد تعرضت ل 9136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش في 6 فبراير الجاري، والذي تسبب في مصرع نحو 50,000 شخص في تركيا وسوريا. استخدم فنانان من سوريا أدواتهما لتوجيه رسائل شكر على أنقاض المباني لكل من تضامن مع بلديهما في كارثة الزلزال. رسائل الفنانين من وسط الدمار كانت لرد الجميل لكل من وقف إلى جوار سوريا في محنتها. في لفتة إنسانية وعرفان، استخدم فنانان سوريان أدواتهما لتوجيه رسائل شكر على أنقاض المباني لكل من تضامنوا مع بلدهما في كارثة الزلزال. وغطت اللمسات الفنية العزيز الأسمر وسلام حامد وطلاؤهما الملون الأنقاض في مدينة جنديرس بشمال غرب سوريا بعد أسبوعين من الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف. جينا لنبعث رسائل من على هذا الدمار يلي أحدثوا الزلزال لكل العالم يلي وقفت معنا يلي ساندتنا بهاي المحنة. نشكر كل شخص، كل فريق، كل دولة ساهمت في بلسمة جراحنا. في هاي الأمور برمزيتها، يعني كانت صراحة كثير لفتة كريمة من هالناس اللي وقفوا معنا بالمحنة. إن شاء الله نحن ما بننسى يلي وقف معنا، بنفس الوقت ما بننسى يلي خزلنا. هنا تبرز رسمة كبيرة لقلب باللون الأحمر تتناقض بشكل صارخ مع اللون الرمادي لحطام المبنى الذي رسمت عليه. وهناك وفي مكان قريب كانت الفنانة سلام حمد تضع اللمسات الأخيرة على لوحة تصور فتاة بأجنحة تطير بمجموعة من البالونات. عم نرسم على أنقاض المباني المدمرة بسبب الزلزال. عم نرسم على الجدار، طبعا بنوجه فيه رسالة شكر للأشخاص اللي أو للجهات اللي مدت يد العون وساعدتنا. يعني نحن ما بننسى اللي ساعدنا، اللي تعاطف معنا، وبنفس الوقت ما بننسى اللي خزلنا. ورغم ما خلفه الزلزال المدمر من عدد كبير من القتلى وحول كثيرين إلى مشردين بلا مأوى في طقس الشتاء البارد، لا تزال القصص الإنسانية الملهمة تروى لتحكي عن مبادرات الأمل التي تحاول أن تخفف عن السوريين. أكد المستشار الألماني أولاف شولتس رغبة بلاده بتعزيز التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والهند خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. أضاف شولتس أن برلين ستعمل على تحويل اتفاقية التجارة الحرة مع نيودلهي إلى واقع ملموس. نريد تعزيز التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والهند، وسنعمل على جعل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حقيقة واقعة. إنه موضوع مهم، وسأشارك شخصيا في المضي قدما في خطواته بحيث يحدث هذا بوتيرة أسرع مما يحدث الآن حتى ينفذ على أرض الواقع. ذكرت الخارجية الصينية أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو سيزور الصين الثلاثاء المقبل وحتى الثاني من مارس. وأوضح بيان صادر عن الخارجية الصينية أن الوزير كينغ جانغ أبلغ نظيره البيلاروسي سيرجي ألينيك خلال مكالمة هاتفية بعزم بكين على العمل مع بيلاروسيا على ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة. انطلقت المرحلة النشطة من المناورات العسكرية المشتركة بين الصين وروسيا وجنوب أفريقيا في المحيط الهندي. ذكرت السلطات في جنوب أفريقيا أن المناورات البحرية العسكرية المشتركة التي تجريها قواتها مع روسيا والصين ستستمر لمدة 10 أيام، موضحة أن هذه المناورات هي ثانية من نوعها لقوات الدول الثلاث.
أعلنت رئيسة بيرو دينا بولورتي عودة سفيرة بلادها لدى المكسيك ردا على تصريحات نظيرها المكسيكي الذي وصف حكومتها بأنها غير دستورية. وقالت بولورتي إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز بشأن حكومتها ومواصلة دعمه للرئيس البيروفي السابق كاستيلو تتعارض مع الحق الدولي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. Formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno. El señor López ha decidido apoyar el golpe de Estado que diera el ahora expresidente Pedro Castillo. أعلنت باكستان إعادة فتح معبر تورخام الحدودي مع أفغانستان وإعادة حركة التجارة والأشخاص على نحو كامل وطبيعي. كانت كابول قد أغلقت المعبر الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية تبادل قوات أفغانية وحرس الحدود الباكستاني إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة جندي باكستاني، إلى أن المحادثات التي تمت بين مسؤولين أسفرت عن حل الأزمة وفتح المعبر. أعلنت السلطات في إقليم فالنسيا الإسبانية رصد أول حالة مشتبه في إصابتها بفيروس ماربورغ، وذكرت منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس ماربورغ يمكن أن يصل إلى 88%، ولا يوجد لقاح أو علاج مضاد للفيروس مصرح به حتى الآن. أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب جزيرة هوكايدو في شمال البلاد. أوضحت الوكالة أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 42.9 كيلومترا، مشيرة إلى أن المدن الساحلية تأثرت به، دون أن يؤدي ذلك إلى توجيه تحذير من وقوع تسونامي. ولم تتحدث وسائل الإعلام اليابانية حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط جرحى. وعودة للخبر الأبرز في هذه النشرة، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، ووجه بمواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الإدارية والحكومية تسهيلا على المواطنين واختصارا للوقت والمجهود والتكلفة، مع متابعة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي. خلال اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزيرة البيئة، وجه الرئيس السيسي بتحقيق التكامل والتوازن بين جهود تحسين منظومة البيئة واستراتيجية الدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى عرض من الدكتور عمرو طلعت حول جهود تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال استراتيجية مدينة مصر الرقمية التي تستهدف تعظيم الصادرات الرقمية وزيادة عدد العاملين بالقطاع، بما في ذلك المستقلون الذين يعملون بشكل حر أو في صناعة التعهيد، من خلال إنشاء مسار تعليمي تدريبي معتمد في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات عدد من المبادرات والمشروعات، من بينها أشبال مصر الرقمية ومراكز الإبداع الرقمية وتطوير مكاتب البريد المصري ومكاتب الشهر العقاري والمناطق التكنولوجية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية. كما لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى حصول مصر على أعلى فئة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي، بالإضافة إلى تقدم ترتيب هيئة البريد المصري في مؤشر التنمية البريدية الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي خلال عام 2022 لتصبح الثانية عربيا وإفريقيا والسابعة والخمسين على مستوى العالم صعودا من المركز 91، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد ببذل أقصى جهد لاستمرار ذلك التقدم وزيادته في جميع المجالات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد أيضا خلال الاجتماع أولوية
أولوية توفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصري ومساندة الشركات الناشئة وتشجيع توسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجها بمواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الإدارية والحكومية تسهيلا على المواطنين واختصارا للوقت والمجهود والتكلفة، مع متابعة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي الذي تزداد أهميته وقيمته المضافة باطراد على المستوى العالمي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود تطوير القطاع البيئي التي ترتكز على عدة محاور أهمها الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الخضراء. وفي هذا الإطار عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد تطورات الأعمال الجارية للحد من التلوث الصناعي والبيئي وإدارة مخلفات البناء والهدم طبقا لأفضل الممارسات الدولية وجهود إحداث طفرة في تسهيل إجراءات الموافقات على المشروعات الصناعية والسياحية والتكنولوجية مع مراعاة أعلى المعايير البيئية العالمية ذات الصلة. كما عرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية العامة للحفاظ على المحميات الطبيعية المتنوعة التي تذخر بها مصر والموقف التنفيذي الخاص بإدارتها ودعم خطط التنمية المستدامة بها لتعزيز السياحة البيئية والخضراء، لا سيما في محميات نبق ورأس محمد ووادي الريان وقبة الحسنة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتحقيق التكامل والتوازن بين جهود تحسين منظومة البيئة واستراتيجية الدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، فضلا عن تعزيز المشروعات الهادفة لحماية وتنمية المحميات الطبيعية وزيادة التوعية البيئية المجتمعية. كما حرص السيد الرئيس خلال الاجتماع على متابعة ملف تغير المناخ واستكمال الزخم الإيجابي الناتج عن الاستضافة الناجحة لمصر للقمة العالمية للمناخ COP27، موجها بمواصلة تعزيز التعاون القائم مع الجانب الإماراتي تمهيدا لاستضافة دولة الإمارات الشقيقة للقمة العالمية المقبلة للمناخ نهاية العام الجاري. شهدت محافظة الأقصر إطلاق قافلة طبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث تمكنت القافلة من فحص ومعالجة 3732 حالة وصرف الدواء لهم بالمجان داخل المحافظة. هذا وقد شملت القافلة جميع التخصصات الطبية وتمكنت من توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان، فضلا عن توزيع النظارات الطبية وسماعات الأذن لضعاف السمع، وكذلك توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. شهدت قرية كفر الجنيدي بمركز زفتة وصول قافلة اجتماعية لتقديم المساعدات الإنسانية لنحو 100 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشملت القافلة معرض للأثاث المنزلي لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير المساعدات للقرى، وذلك في إطار تحقيق تنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديا. تتواصل فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية تحت شعار مصر بتتكلم حرفي خلال الفترة من 23 من فبراير وحتى 11 من مارس المقبل بالقاهرة الجديدة. وتعد نسخة معرض ديارنا هذا العام مستوحاة من القاهرة القديمة من خلال إلقاء الضوء على فنون الأرابيسك والنحاس والزجاج وإقامة عدد من الورش لتعليم الحرف اليدوية. في إطار اهتمام الدولة بدعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، جاء أول أيام معرض ديارنا للحرف اليدوية تحت شعار
مصر بتتكلم حرفي. خلال الفترة من 23 من فبراير وحتى 11 من مارس المقبل بالقاهرة الجديدة، بنعرض منتجات يدوية من النحاس والخشب كلها محفورة بالخط العربي والشعر العربي. احنا كان أهم حاجة عندنا أننا نرجع الشعر العربي، بس لما حبينا نرجعه على حاجة تعيش، رجعناه على نحاس نيكل بليتد أو جولد بليتد عشان يعيش أكتر وما يطوصش ولونه ما يغيرش أبدا. شاركة بسترينج أرت، تابلوهات بتتعمل بالمسامير والخيط، وفي ريزين وفي جبس برضو لو الراتينج. تحتفل النسخة الجديدة من المعرض بالثقافة والفنون لمدينة وواحة سيوة الفريدة كضيف في الشرف بتسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المنطقة المميزة من أرض مصر. جاي أعرض منتجات سيوة والمشغولات اليدوية والشغل اللي احنا بنعمله هناك، جايين لمعرض ديارنا عشان نعرضه للناس ونفتحه سوق أكبر ونعرفوا الناس منتجاتنا. جايبين منتجات سيوة اللي هي البلح والزيت زيتون والزيتون والمربات اللي هي مربى الزيتون ومربى الكركديه ومربى البرتقال ومربى باذنجان. تعد نسخة معرض ديارنا هذا العام مستوحاة من القاهرة القديمة من خلال إلقاء الضوء على فنون الأرابيسك والنحاس والزجاج وإقامة عدد من الورش لتعليم الحرف اليدوية. احنا عاملين الورش في الحرف اليدوية بشكل عام، منها التطريز ومنها الجلود ومنها الرسم على الخشب والرسم على القماش والطرق على النحاس أو الضغط على النحاس. في ورش كتير قوي، احنا عندنا 20 ورشة على مدار المعرض. الهدف من الورشة ان احنا نعرف الناس حرفة جديدة تحت شعار اتعلم حرفة جديدة، بيتعلموا حرفة من خلالها يفتحوا الباب ان هم يقدروا يشتغلوا في مشروع خاص بيهم. طبعا ده بتبقى فرصة ان الواحد طبعا بيعرف الناس ايه هو الشغل العربي او ايه هو شغل الارابيسك او الخرط العربي، سواء مشربيات او برفانات مشربات كبيرة، وطبعا برضو بنشتغل في حاجات تانية. الورشة ديت اللي هي بتاعت التريكو او السجاد حاجة هايلة قوي، حاجة حلوة ان احنا نقدر نعمل اي حاجة في ديكور في بيتنا، تحت برواز، تحت طبق، يتعمل على الارضية، فهي الحاجة اللي بتتعمل بالايد بتبقى حاجة هاند ميد، بتبقى حلوة. النسخة الجديدة للمعرض تقام على مساحة أكثر من 3000 متر مربع بمثابة نقطة تمركز ثقافية تسعى للحفاظ على التراث المصري الأصيل وتسويق المنتجات الصديقة للبيئة. يشهد مجمع التأمين الصحي بطنطا أعمال تطوير ودخول لخدمات طبية جديدة من أجل توفير خدمات متميزة للمرضى داخل محافظة الغربية. شهد هذا المجمع مؤخرا دخول خدمات طبية جديدة، منها وحدة الرعاية الجديدة التي تعمل بقوة 6 أسرة لخدمة مرضى السكتة الدماغية لأول مرة في التأمين الصحي. كما تم مؤخرا تطوير عدد من الأقسام، منها وحدة الكلى التي تعمل بطاقة استيعابية وصلت إلى 15 ماكينة غسيل كلوي، مما زاد جلسات الغسيل الكلوي إلى 800 جلسة شهرية، ووصل إجمالي عدد الجلسات منذ افتتاح الوحدة إلى 8000 جلسة. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال، نتابعها مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا يوسف، شكرا نهام. أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا تتابعونا معي. أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من شائعة حول استيراد شاحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لاستيراد شاحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، مشددا على أن جميع الشاحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شاحنات الدواجن المجمدة آمنة تماما ومطابقة لكافة المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
افتتح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مشروع تطوير مصنع غاز مصر بمنطقة أبو رواش، وشمل التطوير تجديد المخازن الاستراتيجية لشركة غاز مصر. وتعد عملية التطوير إحدى مناطق الدعم اللوجستي التي تلبي جانبا كبيرا من متطلبات واحتياجات المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، بالإضافة إلى توصيل الغاز للقرى التي تشملها مبادرة حياة كريمة، كما يهدف التطوير الاستغناء عن الاستيراد في أقرب وقت ممكن ورفع نسبة المواد المحلية المستخدمة. شركة غاز مصر بقالها 40 سنة، الورش بقالها أكتر من 30 سنة، فكان من اللازم أن تتطور وتتناسب مع حجم الأعمال المسندة إلى الشركة علشان تحقق الخطة بتاعتنا القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل. المهم أن احنا التطوير ده بيشمل ان احنا اهلنا وجهزنا الورش باجهزه حديثه متطوره، في نفس الوقت اجهزه معايره للعدادات، وكمان في نفس الوقت يمكن بنشوف ازاي ان المخازن بيتم التعامل بيها بموضوع التحول الرقمي. فاحنا من هذا المنطلق بيهمنا جدا ان احنا نطمئن ان في عمليات تصنيع لورش، عمليات بتتم في الورش من منتج محلي زي محطات التخفيض، ودي كنا بنستوردها بالكامل من الخارج. النهاردة بنجمع جزء وبنصنع جزء، ولسه فاضل فيه جزء بسيط بنستورده، وإن شاء الله احنا بنشتغل على ان احنا نقلل هذا الاستيراد. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة، حيث استمدت الدعم من احتمال تراجع الصادرات الروسية، لكنها تعرضت لضغوط بفعل زيادة المخزونات في الولايات المتحدة. وارتفعت العقود للأجلة الخام برنت 1.2% لتستقر عند 83 دولارا و16 سنتا للبرميل. وزادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.2% لتستقر عند 76 دولارا و32 سنتا للبرميل. وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.9% لتستقر عند دولارين و76 سنتا للتر. كذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.77% لتستقر عند دولارين و55 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. افتتح الأردن أكبر محطة للطاقة الشمسية لديه بطاقة 200 ميجاوات، ويعد المشروع شراكة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر، ويسهم في دعم تحقيق أهداف المملكة المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. كما يسهم المشروع في توفير نصف حاجة الأردن من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 كهدف استراتيجي تسعى المملكة لتحقيقه. قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالبس في اجتماع مع صندوق النقد الدولي والهند والصين والدول الداعمة الأخرى إن البنك الدولي سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون للاقتصاديات المتعثرة. في غضون ذلك انتقدت الولايات المتحدة الصين مرارا بسبب تباطؤها في تخفيف عبء الديون عن عشرات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. Make the changes needed to grow into the future. So I think there are the elements to make it work. I had a very good meeting in China in December. Kristalina Georgieva and the IMF director. نهاية أخبار اقتصاد، عود من جديد إلى رهام ويوسف. شكرا محمد. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد أولوية دعم بناء وتطوير قدرات الشباب ومساندة الشركات الناشئة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. رئيس مجلس النواب يدعو إلى صياغة مقاربة عربية مشتركة لمواجهة المشكلات العربية، ويؤكد الرفض التام للتدخل في الشأن العربي. موسكو تعلن تعزيز إنتاجها العسكري باستخدام أحدث التقنيات، وواشنطن تؤكد أن مساعدتها العسكرية لكييف ستمكنها من التحول للهجوم واستعادة أراضيها. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. شكراً على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.